تنمر، سخرية ورسائل نارية. هذا ما حدث مع الفنان محمد رمضان وأسرته على مدار الأيام الماضية، منذ أن قررت إيمان شقيقة محمد رمضان الاحتفال بحفل زفافها، انهالت عليها حملات التنمر والسخرية من لون بشرتها السمراء وملامحها. حملة التنمر والسخرية على إيمان شقيقة محمد رمضان تزامن مع حملة Black Lives Matter اللي اجتاحت السوشيال ميديا وبتناهض العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد. وبكده اتهم رواد السوشيال ميديا بعضهم البعض بالتناقض وانهم بيعملوا عكس اللي بيقولوه. الداعمين لإيمان رمضان كانوا أكتر من المتنمرين عليها، تصدرت هاشتاجات تويتر، فيسبوك ومحرك بحث جوجل بدعم من الكثيرين الذين أكدوا إنها كانت يوم فرحها زي القمر، وطلبوا منها أن لا تلتفت إلى ما يقال من المرضى النفسيين والمتنمرين، وانضمت إليهم أيضا الإعلامية بسمة وهبة. حملة التنمر لم تطال فقط إيمان رمضان، وصلت كمان لمحمد رمضان اللي ما سلمش من السخرية والتنمر، ولكن كان صامد في مواجهة المتنمرين. بدأ الموضوع بنشر محمد رمضان صورة لي مع ابنه علي من كواليس كليبه الجديد كورونا فيروس، وعلق: علمت ابني علي ازاي يعقم قطه بصورة نشرها على السوشيال ميديا. وبعدها بدقائق نشر محمد رمضان تعليق لفدا بتقول: اسود زي ابوه، المصيبة ان محدش من ولاده في جمال امهم ولا لونها. ورد محمد رمضان برسالة عكست ثقته بنفسه وقال: نمبر ون، انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي اللي ربنا خلقه، ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية، والدليل ان امهم وابوهم لونين مختلفين عن بعض. رغم اختلاف البعض مع محمد رمضان الا انهم ساندوه في هذا الموقف على الصعيد الانساني، وطلبوا بالقضاء على ظاهرة التنمر والقضاء على العنصرية. برأيك هل محمد رمضان أخطأ لما قرر يرد، أو كان التجاهل أفضل رد على هؤلاء المتنمرين؟ في انتظار أراكم.